السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة تالتة؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم زميلتكم ياسمين، وان شاء الله هنتكلم عن محاضرة من محاضرات موديول الديرما. محاضرتنا النهاردة بتتكلم عن الفيرال سكين انفكشن. فمحاضرتنا النهاردة هنتكلم على كذا فيروس وايه الليجن اللي بتعمله في السكين، ونتعرف على الموضوع يعني ايه بصورة بسيطة كده. في محاضرتنا النهاردة هنتكلم عن الهربس فيروس، هنتكلم عن الهيومن بابلوما فيروس، وهنتكلم عن البتريازيس روزية. تمام، يلا بقى بسم الله ونبتدي المحاضرة بتاعتنا. في الأول قبل ما نبدأ محاضرتنا عايزين دايما نفتكر زمايلنا وندعي لهم ان ربنا يرحمهم ويغفر لهم. بسم الله، هنتكلم بقى على ايه في محاضرتنا النهاردة؟ قلنا هنتكلم عن الهربس فيروس، هنتكلم عن الهيومن بابلوما فيروس، وهنتكلم عن حاجة اسمها بتريازيس روزية. تمام، بما ان محاضرتنا النهاردة بتتكلم عن الفيرال سكين انفكشن، فاحنا ايه هنفتكر معلومتين كده عن الفيروس. عارفين ان الفيروس من المايكرو زمان زمان ان هو obligatory intracellular parasite، يعني بيعتمد على الهوست. تمام، عارفين برضو ان التركيب بتاع الفيروس بيتكون من central core of nucleic acid، بعديه protective protein coat اللي هو الكابسيد، والاوتر الاوتر ميمبرين هو الانفلوب. وعارفين ان الفيروس بتقسم لنوعين، يا دي ان ايه يا ار ان ايه. دول معلومتين بس في الاول ايه نعرفهم عن الفيروس. نبتدي بقى بأول حاجة معانا في المحاضرة النهاردة، وهي الهربس سيمبلكس. من الصورة كده معظمنا ده ما كانش كلنا تقريبا ظهرت لنا حاجة زي اللي في الصورة دي. دي بقى اللي هي اسمها هربس سيمبلكس. ايه هو الهربس سيمبلكس؟ بالبلدي كده الناس بيقول لك ايه ده طلع له حرارة في بقه او طلع له حرارة في وشه، انا مش فاكرة هما بيقولوها ازاي، بس هي دي بتيجي مع ايه، مع دور برد، مع ايه، مع شوية سخونية ومش عارفة ايه. هنعرف ليه بتيجي في الفترة دي. تمام، يبقى احنا هنتكلم اول حاجه عن الهربس سيمبلكس. السكيما بتاعتنا في الديرما كلها ان احنا بنتكلم عن الايتيولوجي اللي هو الكوز اوف اورجانيزم، بنتكلم عن الانكيبيشن بيريود، بنتكلم عن المود اوف ترانسميشن او المود اوف انفكشن، هنتكلم عن الكلينيكال بيكتشر لو في كومبليكيشن، واخيرا التريتمنت. الهربس سيمبلكس ايه الكوز اوف اورجانيزم بتاعي؟ احنا المحاضره بتاعتنا كلها فيروسز، يعني احنا هنتكلم عن فيروس بس النهارده. فالهربس سيمبلكس بيعملوا نوع اسمه هربس سيمبلكس فيروس من اسمه. تمام، طب الهربس سيمبلكس فيروس ده دي ان اي ولا ار ان اي؟ لا، هو دي ان اي فيروس. تمام، نوع واحد ولا اكتر من نوع؟ لا، هم اكتر من نوع. هنتكلم عن النوعين. النوع الاولاني اللي هو تايب 1 وتايب 2. تايب 1 بيعمل الهربس لبياليز اللي هو ظاهر عندي في الصوره. تمام، اما تايب 2 ده اسوشيتد ويز جينيتال انفيكشن، ده اللي بيعمل لي انفيكشن في منطقه الجينيتاليا. تمام، تاني حاجه في السكيما بتاعتي هي المود اوف انفكشن. المود اوف انفكشن هي دروبلت انفكشن عن طريق الدايركت كونتاكت فور الهربس لبياليز، وسيكشوال كونتاكت فور الايه الهربس اوف الجينيتال اورجنز. تمام، الباثوجينيسيس بقى. الباثوجينيسيس بتاع الهربس في لعبه كده، يعني في تريك. الهربس بيلعب علينا لعبه. ازاي؟ انا جالي هربس وخدت العلاج وخفيت، او حتى ما خدتش علاج وهو خد الفتره بتاعته وبقى سيلف ليمتد. تمام، وخفيت والليجن اللي كان في وشي مثلا اختفى. هل ده يعني ان الفيروس بقى خرج من جسمي تماما، ان جسمي بقى فري من الفيروسز؟ لا، الفكره بقى ان الهربس دوت بعد ما الليجن يختفي هو ما بيختفيش من جسمي، هو بيفضل موجود فيه. طب بيفضل موجود بيروح فين وانا ما عنديش سكين ليجن ولا ظاهر عليا حاجه؟ بيروح يستخبى في الدورسال روت جانجليا لوقت ايه؟ لوقت عوزه. ايه وقت العوزه بقى؟ ان حضرتي مناعتي تضعف. طب ايه اللي يضعف مناعتي؟ سواء بقى تروما، شويه فيفر، شويه ايموشنال ستريس، منسز، اي حاجه تدخل الجسم في ستريس والمناعه بتاعته تقل، يبتدي هو بقى يخرج من المكان اللي هو كان مستخبي فيه اللي هو الدورسال روت جانجليا، ويبتدي يحصل له ري اكتيفيشن تاني. علشان كده ايه يظهر مع الناس في دور برد، في دور سخونيه، ان المناعه بتاعته قلت، فيحصل له ري اكتيفيشن ويخرج من المكان اللي كان مستخبي بيه فيه. هو دوت الباثوجينيسيس بتاع ايه الهربس فيروس. يبقى الهربس سيمبلكس قلنا في الاول اول مره يدخل جسمي بيعمل لي حاجه اسمها برايمري انفكشن. تمام، حصل هيلينج للسكين ليجن، ده مش معناه ان انا بقيت فري من الايه، من الفيروس. الفيروس هنا بيلعب عليا لعبه، يعني حاجه حقيره جدا ما بنشوفهاش وبتلعب علينا. تلعب علينا ازاي؟ ان هي بتروح تستخبى في الدورسال روت جانجليا. الفتره دي اسمها دورمانت فيز، يعني فتره خمول، هو بيروح يستخبى فيها وما بيكونش ليه اي اكتيفيتي. تمام، بيستنى بقى لما انا مناعتي تضعف ويبقى ايه جسمي ضعيف وكده. طب ايه اللي يخليني ضعيف؟ مناعتي ضعيفه، شويه ايه، شويه تروما، فيفر، ايموشنال ستريس، او منسز. تمام، يبتدي بقى يحصل له ري اكتيفيشن
وايه ويظهر زي ما احنا شايفين كده. نفتكر دايما ان الناس اللي بيكون عندها سخونية او حاجة او فترة ستريس ايام الامتحانات بتطلع لنا ايه، بيطلع لنا الهربس ده اللي هو اللي في الصورة اللي احنا شايفينها دي، اكيد كلنا مرينا بيه. تمام، يبقى دي اللعبة اللي بيلعبها علينا الهربس فيروس. تمام، الانكيوبيشن بيريود من 3 لـ5 ايام. الكلينيكال تايبس بقى، هل هو بيظهر لي في صورة واحدة ولا في اكتر من صورة؟ يعني ممكن يجيلي في مكان واحد ولا اكتر من مكان؟ لا، الحقيقة ان هو اكتر من مكان، زي ما احنا شفنا في الصورة طالع في اللبس، قلنا ان في نوع منه بيجي في الجينيتال اورجن في منطقة الجينيتاليا، في نوع تاني بيجي في العين اللي هو الكرياتو كونجنكتيفايتس. تمام، في حاجة اسمها هيربس جينيتاليس دي اللي احنا قلنا عليها تايب 2، في اكزيما هيرباتيكوم دي بتبقى موجودة مع الناس اللي عندهم اكتوبيك درماتايتس، ممكن يكون معاها لينف نود انلارجمنت وتكون تندر، وده ما يمنعش ان هو ممكن يكون معاها شوية فيبر. تمام، النوع بقى الاخير اللي هو جينجيفو ستوماتايتس، ده بيجي في منطقة البلت وبيجي في الثروت، بيبقى عبارة عن ايه، بيبقى مصحوب الاول، بيجي قبله فيفر وريستلسنس واكسسيف دريبلينج، وبعد كده الجامس بتبقى سوولن وريد ويحصل لها بليدنج ايزلي، يعني ايه تنزف بسهولة. بتبقى عبارة عن مجموعة من الفيزيكلز، بتظهر فين؟ بتظهر في التانج والثروت والبلت. تمام، ممكن في الانسايد اوف شيكس في الخدود من جوه. تمام، يبقى احنا عرفنا الكلينيكال تايبس بتاعتنا ان هو مش نوع واحد، عرفنا في الاول ان هو في نوع بيجي في اللبس اللي هو الهيربس لبياليز، وعرفنا ان في هيربس بيجي في منطقه الجينيتال اورجنز، وعرفنا النوعين التانيين اللي هو جينجيفوستوماتايتس، والنوع اللي هو بتاع ايه كرياتو كونجنكتيفايتس اللي ممكن يجي في الكورنيا او في الكونجنكتيفا في العين. تمام، التريتمنت بتاعي بقى ان انا اعمل اليمينيشن اوف البريسبوزنج فاكتور، احنا عرفنا ان هو بيتنقل عن طريق ايه الدروبليت انفكشن، نحاول ان احنا ايه نمنع الحاجات دي. تمام، تاني حاجه بقى ان انا هبتدي ادي علاج، العلاج بتاعي يا بدي حاجات موضعيه يا بدي حاجات سيستميك. اول حاجه هبدا بيها اللي هو التوبيكال تريتمنت. التوبيكال تريتمنت احنا قلنا ده فيروس، فانا هدي انتي فايرال، اشهر انتي فايرال هو الاسايكلوفير. تمام، مش ممكن ادي اللي هو ايه، ممكن ادي انتي بيوتيك، جدا ممكن ادي ليه، عشان اتجنب حدوث السكندري بكتيريال انفكشن، وانا عندي الليجن فيزيكلز ممكن يحصل عليه سكندري بكتيريال انفكشن، فانا هدي انتي بايوتيك، وادي انتي سيبتيك دراينج ايجنت زي الالومنيوم اسيتيت لوشن. تمام، يبقى انا عندي التريتمنت بيبقى فيه توبيكال وفيه سيستميك. اول حاجه هتكلم عليها هي التوبيكال تريتمنت، انا بقول ان الهربس ده فيروس فانا هدي انتي فايرال، ايه اشهر انتي فايرال اللي هو الاسايكلوفير، ده ما يمنعش ان انا ممكن ادي انتي بايوتيك عشان امنع السكندري بكتيريال انفكشن. سيستميك بقى زي ما اديت فوق انتي فايرال توبيكال، ممكن ادي ايه سيستميك انتي فايرال وادي شويه انالجيسيا. تمام، تمام كده اول حاجه خلصناها اللي هو الهيربس سيمبلكس. تاني حاجه تشيكن بوكس او الفاريسيلا، ايه هو التشيكن بوكس؟ دوت الجدري المائي، برضو معظمنا هيكون جاله الجدري واحنا صغيرين. ايه هو الشيكن بوكس؟ هو الجدري المائي، معظمنا برضو هيكون جاله جدري وهو صغير، وعارفين ان اللي بيجيله جدري مره ما بيجيلوش تاني، بيبقى عنده ايه لايف لونج، ايه لايف لونج. ايه هو الشيكن بوكس؟ اللي هو الجدري المائي، اغلبنا هيكون جاله جدري وهو صغير، وعارفين ان اللي بيجيله جدري وهو صغير او بيجيله مره ما بيجيلوش تاني، بيبقى عنده لايف لونج اميونيتي. تمام، نعرف بقى ايه اللي بيعمل لنا الشيكن بوكس، الشيكن بوكس اللي هو الجدري، نعرف البوزيتيف اورجانيزم بتاعه هو الفاريسيلا زوستر فيروس، فاريسيلا زوستر فيروس، والفاريسيلا زوستر فيروس دوت دي ان اي فيروس. تمام، نفس فكرة الهربس، هي عيلة الهربس كلها فيها اللعبة اللي بتلعبها على جسمنا دي، ان هو الليجن يختفي، هي ما بتختفيش، هي قصدي ما بتطلعش من جسمنا تماما، لا هي بتختفي هي كمان، بس بتختفي في الدورسال روت جانجليا جوه جسمي برضو، وتستنى لما انا مناعتي تضعف وتروح طالعه تاني ويحصل لها ري اكتيفيشن. تمام، مش هنقول بقى الكلام ده تاني. تمام، ايه برضو المود اوف ترانسميشن؟ عن طريق ايه الدايركت كونتاكت، عن طريق الريسبيراتوري سيستم. بيقول لي بقى ان الفاريسيلا انفكشن، احنا عارفين ان كل ليجن في ليجن معديه وفي ليجن لا، في ليجن انفكشوس وفي ليجن مش انفكشوس، الجدري دوت انفكشوس. طب الطفل دوت اللي جاله الجدري ده يكون معدي امتى؟ قبل ما الراش يظهر بيومين ولمده اسبوع بعد ما الراش يختفي. ليه قبل ما الراش يبدا بيومين دوت؟ طب انا اعرفه ازاي؟ لا بيبقى فيه حاجه كده زي برودروما، يعني ايه برودروما؟ زي بدايات كده او انذار ان هو ايه، بيبقى فيه شويه فيفر كف كانها نزلت برد، فيفر وكف وريستلسنس،
وبعدها بكام يوم يبتدي يظهر الرش بتاعي، بعدها من 10 لـ21 يوم كده يبتدي ايه الرش يظهر. اليومين بقى اللي كانوا قبل الرش ما يظهر دوت، الفترة دي هو كان معدي فيها، ولما الليجن بتاعي يختفي ويخف لمدة اسبوع بعدها برضو، طول الفترة ديت هو ممكن يعدي اي حد. تمام. الانكوبيشن بيريود بتاعتي من 10 ايام لـ21 يوم، يعني من اسبوع لـ3 اسابيع. تمام. الكلينيكال بيكتشر بتاعتي بقى، احنا قلنا الديزيز بتاعي بيبدا ببرودروما كانها نزلت برد، لو جريد فيفر، ابدومينال بين، كاف وكرايز. تمام. بعد كده بقى يبتدي يظهر السكين مانيفيستاشن. الليجن بتاعي مميز جدا سنتريبيتال، الكلمه دي مميزه قوي في الليجن بتاع الجدري اللي هو التشيكن بوكس. يعني ايه سنتريبيتال؟ يعني بيظهر في السنتر الاول، بيظهر في السنتر الاول، يعني بيظهر في الترانك، وبعدين بقى ياخد الايدين، الرجلين، ياخد النك، الفيس، وهكذا. بس هو بيظهر فين الاول؟ بيظهر في السنتر اللي هو بتاع الترانك. تمام. الليجن بتاعي عباره عن ايه؟ كل حاجه بقى انتوا عارفينها في الديرما ممكن تبقى موجوده هنا، ماكيول، بابيول، فيزيكال، باستيول، كراستيشن، كل حاجه انتوا تعرفوها عن الليجنز بتاعه الديرما ممكن تكون موجوده في الشيكن بوكس، وممكن تكون موجوده في بيشنت واحد، يعني عيان واحد قدامي، طفل واحد قدامي عنده الجدري اللي هو الشيكن بوكس، ولاقي عنده ماكيول وبابيول وفيزيكلز وباستيول وكراستيشن. تمام. وقلنا ان حاجه مميزه جدا في الديستريبيوشن بتاعه ان هو بيكون سنتريبيتال، يعني اول ما بيظهر بيظهر في السنتر اللي هو الترانك. التريتمنت وبالمره الشيكن بوكس دوت اتشي، يعني بيبقى عايز دايما يعمل سكراتشنج، يهرش في الحبوب اللي طالعه له دي، فدوت يبقى عنده بريورايتس، وابقى محتاج ان انا اعالجها، فانا هدي حاجات تقلل البريورايتس دي، او ان انا اعمل كول كومبريشن وريجولار باسنج، اعمل كمادات ميه ساقعه، وان هو دايما ايه ياخد شاور. السكراتشنج دون هحاول ان انا ايه، يعني احاول ان انا اقول له ما تهرش، ما تعملش سكراتشنج، وهكذا عشان ما يسيبليش سكور بعد كده. وبما اننا بقى بنتكلم عن الفيرال انفكشن، فانا هدي انتي فيرال اللي هو الاسايكلوفير. البريفنشن، في عندي المقصود بالبريفنشن اللي هي الفاكسينيشن، في عندي هنا ليف اتنويتد فاكسين دوت، ممكن اديه للادلت او للانفنت او الايه الاولدر شيلدرن، طبعا هدي لناس ما جالهاش شيكن بوكس قبل كده. احنا عارفين ان اللي من زمان ان اللي بيجي له جدري مره ما بيجيلوش تاني. يبقى كده خلصنا تاني حاجه، اتكلمنا اول حاجه عن الهرب سيمبلكس، وبعد كده اتكلمنا على الشيكن بوكس اللي هو الجدري. نيجي بقى للهرب الزوستر. ايه هو الهرب الزوستر ده بقى؟ نتيجه الرياكتيفيشن بتاع الفاريسيلا زوستر اللي كانت استخبت مني في الدورسال روت جانجليا، لما يحصل لها رياكتيفيشن تعمل لي ايه؟ الهرب الزوستر. طب ايه هو الهرب الزوستر؟ زي ما احنا شايفين في الصوره كده، اهو ليجن طالع لي في جنب واحد من الجسم، واخد منطقه واحده، يعني تلاحظوا واخد الخط ده بس، واخد المنطقه دي، لا طالع عنها ولا نازل. ليه بقى؟ عشان الفيروس لما بيروح يستخبى في الدورسال روت جانجليا ويحصل رياكتيفيشن بياخد ايه واندرماتوم، يعني بيطلع في نيرف واحد، في نيرف واحد بالمنطقه اللي هو بيغذيها، فاسمها ايه واندرماتوم. وبالتالي هو بيجي لي يونيلاترال، بيجي على ايه على جنب واحد، عشان هو واخد نيرف واحد واخد واندرماتوم. تمام. نرجع بقى ونمشي تبع الاسكيما بتاعتنا. الهرب الزوستر قلنا الحزام الناري. ايه هو بقى الاتيولوجي بتاعه؟ دوت نتيجه رياكتيفيشن للفاريسيلا زوستر فيروس اللي هي راحت استخبت فين؟ راحت استخبت في الدورسال روت جانجليا. بيجي في اي ايج، وبيجي في البوست سكس في ميل قد الميل، وبيجي في اي عمر. تمام. الكلينيكال بيكتشر بتاعتي مميز فيه قوي 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 البين، بين along the course of the affected nerve. يبقى هنا الكلمه المميزه في الهرب الزوستر، في الهرب الزوستر اللي هو ايه؟ بين along the course of the affected nerve. احنا قلنا بياخد واندرماتوم، بياخد نيرف معين، بيبقى فيه بين بقى along the course of the ايه الافكتد نيرف ده، يعني لو هو واخد الترايجيمينال هتلاقي في مناطق الديستريبيوشن اللي بيغذيها الترايجيمينال في بين، وهكذا. تمام. بيظهر بقى الليجن بتاعه عباره عن ايه؟ عباره عن ريد بابيولز بتبتدي تتجمع كده وتعمل جروبس، وممكن تتحول لفيزيكلز على ايه؟ على الريسيمتس بيز زي ما احنا شايفين في الصوره، هنلاقي احمر احمر، يعني ايه الليجن لونه احمر اهو، وفي عندي بابيول وفي عندي فيزيكلز، يبقى الليجن بتاعي انا اسفه. يلا نكمل. زي ما احنا شايفين الليجن عندي في ريسيمتس بيز وفي بابيول وفي فيزيكلز. تمام. يبقى انا عندي الليجن بتاعي بابيول
وفيزيكلز على اريثميتوس بيز. قلنا الراش دايما بيجي يونيلاترال doesn't cross the midline، ليه؟ عشان هو بيبقى واخد وندرماتوم. ممكن يبقى معايا لمف نود تكون تندر وانلارج. والموست كومن انفولفد درماتومز بيحب قوي قوي يعني الثراسيك والسيرفايكال والترايجيمنال ايه نيرفز، خاصة الأوفثالمك. الكومبليكيشن بتاعتي بقى ممكن يحصل سكندري بكتيريال انفكشن، ممكن يحصل اي كومبليكيشن في الهربس زوستر اوف سالمكس، بوست هربيتك نيورالجيا. يعني ايه؟ يعني بعد ما الليجن بتاعي خف بيبقى فيه بين. لو تفتكروا ان قلت اهم كلمه في الهربس زوستر هي البين، قلنا بيبقى فيه بين along the course of the affected nerve، وبعد ما الليجن يخف البين بيفضل مستمر مع العيان. طبيعي دي حاجه هتزعجه وهو مش هيكون بيحبها ابدا. احنا لما الدبوس يشكنا او نتعور تبقى ايدينا بتوجعنا وزهقانين ومش عارفه ايه، ولو اتخبطنا وهكذا. بالك ده بقى ان هو طول ما عنده الليجن دوت هو حاسس بالوجع، وبعد ما يخف لمده تزيد عن 3 شهور هو مع الوجع ده برضه، فاكيد يعني ايه دي حاجه مش كويسه خالص. فالبوست هربيتك نيورالجيا ديت حاجه مزعجه جدا، ومع الاسف انها كومن، يعني بتأفكت حوالي 90% من الناس اللي جالهم ايه هربس زوستر قبل كده. كل انواع البين بقى، في بيرنينج بين، سبازموديك بين وهكذا، وستابنج بين يعني من حرقان زي تقلصات كده للستابنج كأن حد بيعمله بسكينة، فدي حاجة يعني سيئة جدا. في عندي نوع اللي هو ألودونيا، دوت عبارة عن بين كوزد باي نورمالي نون بين فول ستيمولاي. يعني ايه؟ انا دلوقتي لابسة الهدوم بتاعتي، كلنا لابسين هدومنا حاسين بوجع، الهدوم دي بتوجعنا او حاجة؟ لا، هو بقى الناس اللي بيبقى عندهم الهربس زوستر مجرد ان هم يلبسوا الهدوم بيبقى عندهم بين. يبقى ايه هي؟ بين كوزد باي نورمالي نون بين فول ستيمولاي زي اللايت تاتش ويز كلوزز، يعني ابسط حاجه بتسبب لهم الالم ده. التريتمنت بقى بتاعي، احنا عارفين ان التريتمنت بنقسمه للتوبيكال وسيستميك. التوبيكال بتاعي تقريبا هو ثابت في كله، انتي فايرال اسايكلوفير انتيسيبتيك، وبندي انتي بايوتيك عشان السكندري بكتيريال انفكشن. نيجي بقى للسيستميك، احنا قلنا الكلمه اللي بتنور في الهرب الزوستر هي البين، فانا لازم ادي انالجيسيا، تمام؟ هدي انتي بايوتيك برضو عشان السكندري انفكشن، وهدي الانتي فايرال اللي هو الاسايكلوفير. الاسايكلوفير بديه 800 مللي جرام 5 مرات في اليوم لمده ايه اسبوع. البريفنشن عندي برضو ليبقى اتنويتد فيروس باكسين، ودوت ايه ممكن اديه للناس، دوت بيقلل لي الريسك بتاع الزوستر بنسبه 50%. كده تالت حاجه احنا خلصناها. يبقى اتكلمنا اول حاجه عن هربس سيمبلكس، اتكلمنا عن التشيكن بوكس، واتكلمنا عن الهربس زوستر. نيجي بقى نتكلم عن حاجه تانية وهي الورتس. يعني ايه الورتس؟ زي ما احنا شايفين في الصوره كده، برضو هتلاقي ناس كتير مننا ظهرت لها الصوره دي. ايه هي؟ دايما نقول ايه، واحد جات له عين سمكه راح عند الدكتور كوهاله. فاحنا نتكلم بقى عن عين السمكه النهارده. الورتس اللي هي بالبلدي كده بنقول عليها عين السمكه. ايه الاتيولوجي بتاعي؟ ايه الكوزيتيف اورجانيزم؟ هو فيروس. اسم الفيروس ايه؟ هيومن بابلوما فيروس، ودوت بيناين ابيدرمال نيوبلازم. يعني ايه بيناين ابيدرمال نيوبلازم؟ يعني عندي بروليفريشن، عندي خلايا بتتكون، عندي ليجن، يعني خلايا بتتكون، وبالتالي انا لما اجي اعالجها هبقى محتاج ان انا اعمل لها ديستراكشن او ريموفال. يعني الكلمه دي بس عشان نبقى عارفين التريتمنت بتاعنا هيبقى ايه، مش مجرد ان انا بدي مثلا كريمز او حاجات كده، لا انا هعمل ديستراكشن عشان دي عباره عن بيناين ابيدرمال نيوبلازم. تمام، يبقى احنا الورتس ايه اللي بيعملها؟ الهيومن بابلوما فيروس. هما نوع واحد؟ لا، اكتر من 80 نوع زي ما احنا قلنا في الهربس، قلنا اكتر من نوع واتكلمنا على نوعين منهم. هنا برضو الهيومن بابلوما فيروس اكتر من 80 نوع، وبيقول لي ان الورتس افكت اول ايجز بات ار كومن ان تشيلدرن اند يونج ادلت. بتيجي في اي سن بس اكتر في التشيلدرن واليونج ادلت. الانكوبيشن بيريود بتاعتي من شهر ل6 شهور. مود اوف انفكشن برضو كلوز كونتاكت او الاوتو انوكيوليشن. في كذا نوع بقى من الايه من الورتس دي. في نوع اسمه فيروكا فالجارز. يعني ايه فيروكا فالجارز؟ هتيجوا تاخده في الاكني اللي هو اكني فالجارز، حب الشباب الشائع. هنا برضو الفيروكا فالجارز اللي هي الكومن وورتس، اشهر نوع يعني في الايه في الورتس اللي هي الفيروكا فالجارز. بيقول ان هي بتجيلي مينلي في الشيلدرن as elevated rounded swelling with rough horny surface. common site are the hands finger will bulb. السايز بتاعها from pinpoint to more than 1 سنتي. يبقى الفيروكا فالجارس دي اشهر نوع في الورتس، دي ممكن تجيلي في الهاند او في الفينجر او في البالم،
mainly بتيجي في الشيلدرن. تمام. تاني نوع اللي هو الفيليفورم ووردز. فيليفورم يعني عامل زي الخيط كده، هو لونج وسلندر وثريد لايكس ليجن، بيظهر على ايه؟ على النكس والايلدز، بيجي في الرقبه وفي الايلد. تالت حاجه اللي هي الفيروكا بلان. الفيروكا بلان بتبقى عباره عن فلات توب بابيول وذ سموث سيرفيس، بتيجي على الدورزم اوف ذا هاند. رابع حاجه اللي هي الفيروكا بلانتارز. الفيروكا بلانتارز يهمني فيها ان هي ذا اونلي بينفول تايب، النوع الوحيد اللي هو بينفول اللي بيوجع. بتيجي فين بقى؟ ممكن تجيلي يعني ممكن تجيلي في اي مكان، بس بتيجي في البريشر سايت اريا. ايه هي البريشر اريا؟ اللي هي زي السولز. تمام. يبقى هي اونلي بينفول تايب، بتيجي في البريشر بوينت زي السولز، شاربلي ديفايند، يعني اقدر ارسمها لو جبت قلم كده ارسمها واحدد ايه البوردرز بتاعتها. خامس حاجه اللي هي الفيروكا ديجيتي فورم. فيروكا ديجيتي فورم من اسمها كده، يعني ديجيتي فورم عارفين ان هي حاجات ليها ايه، فينجر لايك بروجكشن، ليها بروجكشن كده، فهي بابيول ويز فينجر لايك بروجكشن اون ذا سكالب والفيس والنك، بتيجي في السكالب في الفيس في النك. اخر حاجه بقى اللي هي الكونديلوما اكيوميناتا. كونديلوما اكيوميناتا ده النوع اللي هو بيجي في الجينيتال اريا او في الجينيتال اورجنز. كونديلوما اكيوميناتا، كونديلوما اكيوميناتا ده بيقول لي ان هي بتبقى شكلها كل فلور عامله زي الارنبيطه كده، ليها اودر فوق الاودر، سيكشوال ترانسميتد، انا بقول ان هي موجوده في منطقه الجينيتاليا، فهتتنقل ازاي؟ عن طريق السيكشوال ايه، كونتاكت. وقلنا ان هي كل فلور عامله زي الارنبيطه ولونها بيكون بينك ومويست، يعني هي بتكون بينك وسوفت ومويست، وقلنا ليها اودر مميزه، وقلنا ان هي ايه بتتنقل عن طريق السيكشوال كونتاكت. ممكن ايه الكومبليكيشن بتاعتها؟ ان هي ممكن تعمل لي سيفير بليدنج، ممكن تدخل البيشنت بتاعتي في حاله اوبستراكتد ليبر. يعني ايه؟ يعني هي مش هتعرف تولد طبيعي، النورمال ديليفري دي هتبقى صعبه معاها، اوبستراكتد ليبر. الجدول بتاع المقارنه ده مهم جدا جدا، اكيد انتوا خدتوه في الباثولوجي، ما بين الكونديلوما اكيوميناتا والكونديلوما لاتا. كونديلوما اكيوميناتا اللي هي بيسببها الهيومن بابيلوما فيروس، اما الكونديلوما لاتا اللي بيعملها السيفلس، ودي بكتيريا. يبقى لاتا مع السيفلس ال وال. تمام. يبقى احنا كده عرفنا الكوست اوف اورجانيزم في كل واحده. كونديلوما اكيوميناتا بيعملها الهيومن بابيلوما فيروس، اما الكونديلوما لاتا بتعملها التروبونيما باليدوم تبع السيفلس. تمام. المورفولوجي بتاعنا والكلر، الكونديلوما اكيوميناتا قلنا انها شبه الارنبيطه، كل فلاور ولونها بينك وبدانكيوليتد، اما الكونديلوما لاتا فهي فلات وسيسايل وجريش وايت السيرفس. الكونديلوما اكيوميناتا رف والكونديلوما لاتا سموث. السيرولوجي نيجاتيف في الكونديلوما اكيوميناتا وبوزيتيف في الكونديلوما لاتا. التريتمنت بتاعي، احنا قلنا الكونديلوما اكيوميناتا هنعمل لها كوتري يعني كويها سواء الكتريكال او كيميكال، اما الكونديلوما لاتا دي بكتيريا فهنعالجها بالبنسلين. الجدول ده مهم جدا جدا. نيجي بقى لمرحله التريتمنت بتاعتنا. احنا قلنا ان الهيومن بابيلوما فيروس دي عباره عن بناين ايه، نيوبلازم. عارفين ان النيوبلازم دوت بيبقى عباره عن ايه، ان الخلايا بتتضاعف او يعني ان الخلايا بتكتر، فهتعملي جزء كده هبقى محتاج ان انا اشيله، هعمل له ديستراكشن. هعمل له ديستراكشن بايه بقى؟ سواء بالكتروكوتري او بكرايوثيرابي او كيميكال كوتري. الكيميكال كوتري ممكن استخدم فيه ايه؟ ممكن استخدم فيه فينول، ممكن استخدم فيه سلسليك اسيد، ممكن استخدم اللاكتيك اسيد، ممكن استخدم البودوفيلين، والبودوفيلين ده بستخدمه في حالات الكونديلوما اكيوميناتا. تمام. يبقى التريتمنت بتاعي بيعتمد على الديستراكشن، ان انا اعمل ديستراكشن للليجن سواء بالكتروكوتري او بان انا او بالكيميكال كوتري او بالكرايوثيرابي. تمام. الكيميكال كوتري قلنا ممكن استخدم فيه لاكتيك اسيد، سلسليك اسيد، فينول، ممكن استخدم البودوفيلين، والبودوفيلين ده بستخدمه في حالات الكونديلوما اكيوميناتا. كده خلصنا ايه، هيربس سيمبلكس، هيربس زوستر، واتكلمنا عن الهيربس زوستر والتشيكن بوكس، واتكلمنا عن الوورتس اللي هو الهيومن بابيلوما فيروس. نيجي بقى لحاجه اسمها ملاسكم كونتاجيوزم. ايه هي الملاسكم كونتاجيوزم؟ زي ما احنا شايفين في الصوره كده، في عندي ليجن اهي بابيول، ونحس ان فيها امبليكس في النص، نحس ان فيها ايه، نقره كده. فالليجن بتاعها مميز بانه امبليكيتد، كان في امبليكس في النص. نيجي بقى نعرف ايه الكوزيتيف اورجانيزم اللي بيسبب لي الملاسكم كونتاجيوزم. الفيروس بتاعي اسمه بوكس فيروس، مود اوف انفكشن كونتاكت سواء دايركت او ايه اندايركت.
انكيوبيشن بيريود بتاعتي من اسبوعين لست اسابيع. الكلينيكال بيكتشر بقى بتبقى عبارة عن ايه؟ زي ما احنا شايفين في الصورة ان هي بتبقى عبارة عن بابيول ليها سنتر في النص، امبليكيتد سنتر، تمام، بتبقى عبارة عن شايني، لو ركزنا كده هنلاقيها بتلمع بيرلي وايت، عاملة زي اللؤلؤة كده. لو انا جيت عملت لها سكويزنج عصرتها ممكن تطلع لي وايت شيزي ماتيريال، تطلع فين؟ تطلع في اي مكان، بس اكتر بتحب الفيس والنك والابر ترانك. يبقى تاني الملاسكم كونتاجيوزا زي ما احنا ايه شايفين في الصوره، الليجن بتاعها مميز جدا، جاب لي صوره وحاسه ان انا جيت عملت ايه، جيت عملت في كحكه كده انا عملتها، ورحت جايبه مثلا حته شوكولاته وحطيتها لها في النص، عملت فيها دايره من النص، بقت امبليكيتد سنتر، دي مميزه جدا للملاسكم كونتاجيوزا. يبقى الفيروس بتاعي هو البوكس فيروس، وعرفنا ان الليجن بتاعها مميز جدا، عباره عن امبليكيتد بابيولز، وبتبقى ايه تشايني بتلمع. نيجي بقى للتريتمنت، برضو هعمل ريموفال ويز كيوريت. كيوريت ده ان انا زي ايه تعرفوها في النساء، بكحتها يعني بشيلها، واعمل بينتنج للليجن دوت بالكربوليك اسيد توايس ويكلي، مرتين في الاسبوع، وممكن ان انا اعملها الكتروكوتري تمام او كرايوثيرابي. الكرايوثيرابي احنا خدناه فين؟ في الورتس، ان انا بستخدم الليكويد نيتروجين. كده خلصنا الايه الملاسكم كونتاجيوزا. نيجي بقى على اخر حاجه معانا في المحاضره، ومعلش لو كنت طولت عليكم، اللي هي البتريازيس روزيا. يعني ايه بتريازيس روزيا؟ اللي هي النخاله الورديه، من اسمها كده روزيا يعني لونها وردي. والبتريازيس روزيا دي ضمن الكلاسيفيكيشن بتاع البابيولوس كويموس ليجن. يعني ايه؟ يعني فيها بابيول وفيها سكيلز، تمام، يعني الليجن بتاعي هيبقى فيه بابيول وهيبقى فيه سكيلز قشر كده، وهيبقى لونه روز اللي هو ايه من اسمه ريد يعني او بينك، تمام. الايتيولوجي بتاعي هما مش عارفين السبب مين لي، بس بايه بيقولوا ان هو ممكن يكون الفيروس، تمام. البتريازيس روزيا دي كومن جدا في الوينتر، في الشتاء بيبقى ليها سيلف ليمتنج كورس، وغالبا ما بيبقاش معاها سكند اتاك، يعني لو جت مره ما بتجيش مره تانية غالبا. يعني زي ما احنا شايفين في الصوره بتاعتنا هنلاقي بابيولز، السنتر بتاعها كلير، والقشره ايه على الاطراف اللي هي السكيلز، تمام. يبقى الكلينيكال بيكتشر بتاعتي بيبقى عندي بابيولز ليها ايه، ليها كلير سنتر وفيها سكيلز، والسكيلز دي بتكون على الاطراف، تمام. الليجن اللي احنا شايفينه دوت بقى اسمه هيرالد باتش. الهيرالد باتش دوت البرايمري ليجن بتاع البتريازيس روزيا، يعني بتظهر لي كده بقعه زي اللي ظاهره دي، بابيول وعليها سكيلز قشره، ممكن بتكون سنجل، يعني في الغالب بتكون سنجل، وبعدها بيحصل الجنرال ايربشن. يعني ايه؟ يعني انا بيجيلي واحد طلعت له الهيرالد باتش دي، يقول لك انا ظهرت لي ايه بوتشه حمراء كده وعليها قشر مثلا اللي هي البابيول وفوقيها السكيلز اللي هي الهيرالد باتش، بعدها بكام يوم الايه الراش دوت اتعمل في جسمي كله زي ما احنا شايفين في الصوره كده، والراش دوت ليه كاركترستيك ايه ابيرنس في الديستريبيوشن بتاعه اللي هو بيبقى شكل الكريسماس تري. ليه بقى؟ عشان هو بيجي بايلاترال وبيبقى واخد اللونجيتودينال اكسس بتاع الترانك، فبيديني شكل الكريسماس تري ابيرنس، تمام. تاني لو انتوا تهتوا مني، البتريازيس روزيا من اسمها النخاله الورديه، والبتريازيس روزيا تحت الكلاسيفيكيشن بتاع البابيولوس كويموس ليجن، يعني فيها بابيولز وفيها سكيلز. قلنا ان البرايمري ليجن بتاعها اسمه هيرالد باتش زي ما احنا شايفين في الصوره كده، بيبقى بابيول السنتر بتاعها كلير والاطراف بتاعتها عليها سكيلز ولونها بينك او ريد، من اسمها بتريازيس روزيا. يبقى الهيرالد باتش نقرا بقى اللي موجود، هو البرايمري ليجن بيبقى عباره عن سوليتري شاربلي ديفايند برايت ريد. شاربلي ديفايند يعني اجيب القلم واقدر احدده، اقدر ارسمه، وغالبا بيكون سوليتري يعني واحد. بتبقى عباره عن اوفل، بتبقى اوفل ممكن تكون راوندد كفرد باي فاين سكيلز، السايز بتاعها مش مهم يعني من 2 ل 5 سنتي. بتيجي فين؟ بتيجي في الصيف في الابر ارم، في الترانك، في النك، في كل حته يعني. بعد كده بعد ما يظهر لي الهيرولد باتش بعدها بكام يوم اللي هو من 5 ل 15 يوم، يبتدي يظهر ايه الجنرالايزد ايربشن، والليجن والراش اللي بيظهر بعد الهيرولد باتش له ايه، له كاركتر. ايه الكاركتر بتاعتها؟ ان هو بيبقى باي لاترال وسيمتريكال، وغالبا بيجي في الترانك، تمام، بيكون اوفال وبيكون دال بينك والسنترال كليرنج اند مارجنال
كولوريت اوف سكيلز، السنتر بتاعه بيكون كلير والسكيلز بتكون على الاطراف، بيمشي تبع اللونجيتودينال اكسس بتاع الترانك بارلل تو الريبس، فبيديني شكل الكريسماس تري باترن، يعني بيجي في اللونجيتودينال اكسس كده وبيمشي موازي للريبس، فبيديني شكل ايه؟ شكل الكريسماس تري اللونجيتودينال اكسس بتاع الترانك اللي هو كده، وبيمشي بارلل للايه؟ للريبس كده، فيديني شكل الكريسماس تري. تمام. ايه بقى الاتيبيكال كلينيكال فاريانت بتاعتنا؟ دكتور موافي الله يمسيه بالخير ويجازيه خير يا رب عن الحاجات اللي احنا اتعلمناها منه. دكتور موافي ده دكتور باطنه ان شاء الله، يعني هتبقوا تسمعوه. فكان دايما يقول احنا في زمان قل فيه المريض المحترم. يعني ايه؟ يعني البيشنت بتاعك غالبا مش هيجي زي ما الكتاب بيقول. احنا دلوقتي بنقول ان مراحل تطور البتريز الثروزية دي او هي بتظهر لي ازاي، ان في الاول بيظهر لي حاجه اسمها الهيرال ديباتش وبعد كده ايه الجنرالايزد ايربشن. لا، مش كل البيشنت هيقولك زي ما الكتاب بيقول كده، ممكن واحد فيهم يجيلك بهيرال ديباتش بس، ممكن ناس بتيجي بجنرالايزد ايربشن من غير ما يكون ظهر عنده هيرال ديباتش، وهكذا. فنحن نفتكر دايما ان احنا في زمن قل فيه المريض المحترم، يعني مش بيجي زي ما الكتاب بيقول. مفيش عيان كده بيجي مشخص نفسه مالك، يقولك انا تعبان، انا جسمي بيوجعني، انا مش عارفه ايه، ما بيديكش شكوى صريحه. فاحنا ايه نفتكر ان دايما مش كل العيانين بتوعنا بيجوا زي ما الكتاب بيقول، وبما اننا في البتريازس روزيه فمش كلهم هيجولي بهيرالد باتش. اول حاجه اهو this disease او the disease may develop without herald باتش، ممكن ما يجيليش بهيرالد باتش. تمام. ممكن يجي بايه؟ بهيرالد باتش، وتقف ويقف الليجن ويقف المرض هنا وما يكمليش بجنرالايزد ايربشن. دوت اسمه ابورتيف تايب. ابورشن يعني اجهاض، فهو انا جيت عند مرحله الهيرالد باتش ووقفته ما كملتش بجنرالايزد ايه ايربشن. ممكن يكون يونيلاترال اوكيرنس، احنا قلنا ان هو بيبقى بايلاترال وسيمتريكال عشان كده بيديني شكل الكريسماس تري ابييرنس. تمام. انفيرتد تايب، يعني ايه الانفيرتد تايب؟ وير ذا داش از ماكسيمم على الاكستريمتيز، احنا قلنا ان هو بيظهر اكتر في الترانك، لا هو يجي هنا في الاكستريمتيز وممكن ما يظهرليش في الترانك. نيجي بقى نشوف البروجنوزز بتاعنا. بيقول لي ان الكليرنس اوف ذا راش مي اوكير افتر 3 تو 6 ويكس، يعني من ايه؟ من 3 ل 6 اسابيع، وممكن يوصل لايه؟ لشهرين. وقلنا السكند اتاك مش كومن، يعني ممكن ايه الواحد بيجيله بتريز روزيه مره غالبا ما بيجيلوش تاني. يعني نيجي بقى للتريتمنت بتاعنا. بيقولي ان الاسمبتوماتيك كيسز ديت انا بس جست انا اعملها ري اشورنس ومش هديها اي تريتمنت. الحالات بقى اللي عندها ايتشنج دي هديها ايه؟ هديها توبيكال سوزن كريم، ممكن اديها كورتيكوسترويد، ممكن استخدم برضو الاورال انتي هيستامينز علشان الناس اللي عندها ايه بريرايتس عندها ايتشنج، ممكن استخدم الالترا فايولت راديشن. تمام. وبكده نكون خلصنا المحاضره بتاعتنا، واتمنى ان انا اكون قدرت اسهل عليكم ولو جزء بسيط، وبالتوفيق.